في اي مشاكل يا دكتور في التحاليل بتاعتي؟ لا خالص، كل حاجه واضحه. طب طمني. في الحقيقه الاشعه والتحاليل بتؤكد ان حضرتك عندك موانع للانجاب. يعني انا لما بخلفش؟ للاسف. طب وجوزي؟ هو تمام، ما عندوش مشاكل. جوزي بيخلف؟ بيخلف طبعا. احلف يا طه. وحياة ربنا بدأت أفكر. يعني بدأت تحبني؟ يا بنت بقول لك بدأت أفكر، أفكر مش بدأت أحبك. يعني بعقلك. الله ينور عليك. إيه؟ مش مهم، النهارده بعقلك بكره بقلبك. أنت وشطارتك. طيب وهتخلص تفكير ميتة؟ لما أخلص هقول لك يا صفية. طيب هو أنت بتفكر كيف يعني؟ زي البني آدمين يا بت. إيه بفكر كيف دي؟ زي البني آدمين. أنت بتفكري كيف؟ يعني ممكن قريب ألاقيك جاي تتقدم لي؟ ممكن، مين عالم؟ هو نتيجة التحليل بالنسبة لك أنتِ مفيش ما يمنع إن أنتِ تخلفي. أما بالنسبة ليك أنت يا زين فأنت راجل مؤمن وموحد بالله، ونتيجة التحليل بتاعتك بتقول إنك استحالة تقدر تخلف، وأكيد ربنا ليه حكمة في كده. أوعى تفتكر يا زين إني ما بحبش الأطفال زيك وأكتر. اوعى تفتكر اني ما نفسيش يبقى عندي بيبي واثنين وثلاثة. بس المفروض اللي يتضايق ويتأثر هو انا، لان المشكلة عندنا. الدكتور قال ان انا اللي ما بخلفش. ايوه يا دكتور، ليه ضحكت عليا وقلت لي ان انا اللي بخلف وهو اللي ما بخلفش؟ اهدي يا فيروز بس عشان اقدر افهمك. حرام عليك، هو ده اللي علمهولك في كلية الطب؟ انك تدي تشخيص غلط للمرضى؟ عارف لو حضرتك كنت شخصت غلط كنت هسامحك، إنما أنا عمري ما هسامحك لأنك كنت عارف الحقيقة وضللتني. أبوكي وجوزك يا فيروز هما السبب مش أنا. ليه؟ هما ماله؟ أبوكي وجوزك هما اللي أقنعوني إن أنا أقول لك كده عشان ما تتضايقيش وعشان حالتك النفسية. والفكرة دي كانت اقتراح مين؟ كانت فكرة جوزك الأول، وبعد كده أبوك اقتنع وأقنعني إن أنا لما أقول لك كده ده هيبقى في صالحك. لو حضرتك غلط إرادت فأبويا غلطان 24 قيراط. جوزك هو السبب يا فيروز. لا جوزي ما غلطش. جوزي عمل مصيبة عشان يداري بيها على مصيبة أكبر. مع السلامة يا دكتور. عبد الله على السلامة. الله يسلمك يا أبو صالح. أبو صالح ده دلع جديد ولا إيه؟ اهتمامك بيه اهتمام أب بابنه. إصرارك إنه يبقى موجود هنا وعايش وسطينا وأنت عارف إن ده بيوجعني. ده إصرار أب خايف على ابنه. ابنه وأب. أنت هبلة؟ أنا كنت هبلة فعلاً. كنت هبلة لما كنت بتقوم من جنبي في عز نومك وتنزل تطمن على ولد مش ابنك. كنت هبلة لما شفت صورتك مع أمه بعيني وطنشت وعديتها. كنت هبلة لما صدقتك السنين دي كلها وانت كذاب وخاين. الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده، ده مش كلام فارغ، دي الحقيقة. اللي هي ايه الحقيقة دي؟ دي الأشعة اللي بتثبت إن أنت بتخلف، وكنت ضحك عليا كل السنين دي كلها وفهمني إن أنت ما بتخلفش. هتضحك عليا بإيه تاني دلوقتي يا أبو صالح؟ أولاً أنا مخلفتش، مش هخلف غير منك.
كان غلط اني كدبت عليكي، بس والله العظيم انا كان قصدي. بلاش كلام الافلام ده، خلاص ما بقاش هيكون معايا. وهتقولي ايه تاني؟ ان انت كنت بتعمل كده عشان مشاعري والكلام الفارغ ده؟ والله ما كلام افلام ولا كلام فارغ، انا فعلا كنت خايف على مشاعرك ومش عايز ازعلك، فقلت العيب عندي مش عندك، ان انا وانت واحد. انما الكلام العجيب اللي بتقوليه ده، وادبني وخلفته بيته وزي وطيب، حقك تزعلي، بس والله العظيم دي الحقيقة. الحقيقة الوحيدة انك كذاب وخاين وزبالة. بقول لك ايه؟ انا مش مجبر احلف لك، ومش مجبر استحمل اهانتك دي. لو اتربيت على ان امك تهين ابوك ينعل ابو البيت.